لست حكاية منسية، أنا أنشودة محكية في خاطرة الزمان وفي ذاكرة الإنسان. صباح الخير. عندما تشرق الشمس فإن لحظات النور هي لحظات الشروق، لحظات التفاؤل، لحظات ترفرف فيها النفوس إلى معاني الجمال والحياة. عندما تتعانق نسائم الصباح على شرفات الأمل فإن نسيم الصباح له وقع آخر، حيث تتمازج النسائم على أوراق الصباح معلنة يوما جميلا. يا طير يا طير على أطراف الدنيا، لو فيك تحكي للحبايب شو بيني. يا طير يا طير أحبتنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. بهذا التناغم الفيروزي الصباحي نقول أهلا ومرحبا بكم، ودائما نحتاج لصباح جديد يمحو ظلام الأمس ويعيد صفاء النفوس. صباح الخير يا بلادي، من يوم الأحد حتى 9:30 نحن معكم على الهواء بكل اللحظات الطيبة، لحظات التفاؤل التي ترفرف فيها النفوس إلى معاني الجمال والحياة، وتتنفس هذه النفوس الفرحة بالبهجة والسرور مع إطلالة الصباح وشروق الصباح. صباحكم لحظات تملأ قلوبكم النقية. أهلا بكم أينما كنتم. يا حي الله قل وجه الصبحي، قل وجه الصبحي. يا حي الله يا حي الله قل قلب النصحي، قل قلب النصحي. يا حي الله يا حي الله قل وجه الصبحي، قل وجه الصبحي. يا حي الله يا حي الله قل قلب النصحي، قل قلب النصحي. يا حي الله انا يا عل عيني ما تفقدك، تسلم لي للابد يا روحي روحي. انا يا عل عيني ما تفقدك،
تبقي للأبد يا روحي روحي تسلم لي للأبد يا روحي روحي. يا حي الله طوب الوجه الصبوحي طوب الوجه الصبوحي. يا حي الله يا حي الله صباح الخير صباح الخير يا مدلل. عرفت الحب بس مرة ودي في الحلا مرة تمرنا بالشهر مرة. صباح الخير صباح الخير يا مدلل صباح البرود صباح الزهور صباح الجمال. هذه المفردات الجميلة وبالأخص لما نقول صباح الخير هذه الكلمة لها وقع خاص على الإنسان. احنا فكرنا فيها في يوم من الأيام إيش أثر هذه الكلمة علينا لما الواحد يقولها لينا وإحنا نقولها أيضا للآخرين نتبادل صباح الخير صباح النور هكذا. لكن إيش معناها ماذا نعني عندما نقول صباح الخير؟ أكيد لها معنى أكيد تعرفوا هذا المعنى لكن الجانب النفسي لهذه الكلمة إيش اللي يحصل لما الإنسان يحيي أخيه الإنسان؟ طبعا بعد السلام أكيد أنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ومن ثم تبدأ أيضا بعد هذا الكلام الطيب يبدأ كلام طيب آخر وهو صباح الخير صباح الجمال صباح الأمل صباح السعادة صباح الابتسامة وصباحات متعددة. ترى ماذا يمكن أن تقوم به هذه الكلمات الطيب هذه المفردات الجميلة الصباحية على الطرف الآخر؟ ولبن عن هواك ردة سؤالي مهما كان ردة أبصبر والصبر أجمل أجمال. صباح الخير صباح الخير تقولها لكم عايدة بنت خميس البلوشي من طاقم الإعداد والتنسيق. أيضا صباح الخير تقولها لكم وصباح الزهور وصباح الابتسامة الجميلة تقول لكم إيمان الحسنية في الإشراق من طاقم الإعداد أيضا والتنسيق انتصار الحارثي وأحمد الحديدي. أنا أقول لكم صباح الخير وصباح الحياة وصباح الجمال هلالي الهلالي معكم في التقديم. شمسة الريسية معكم في الإخراج. ترى ماذا تقول شمسة؟ مرامي انت وكل مقصد وحال قلبي اول اغني بالهوى واقصد وعمم نفسي ليك واقصد مرامي انت وكل مقصد وحال قلبي اول يتحول. صباح الخير خير خير صباح الخير يا مدلل. ثاني واربعون دقيقة بعد السابعة ساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان. على ذكر هذا الموضوع موضوع صباح الخير وصباح الكلمات اللي نختارها دائما مع كل صباح الإنسان أيضا مع كل أيضا موقف يختار يمكن جملة من الجمل الجميلة المفيدة للصباح شعور رائع يعطينا دافع قوي لنقبل على الكلمات الجميلة في هذه الحياة ونختارها طبعا بعناية لنعطي أفضل ما نستطيع. مثلا إذا قابلك إنسان وقدم لك خدمة أكيد أيضا ستبادله بكلمات أيضا لطيفة وجميلة. والإنسان دائما عليه أن يدرب نفسه على اختيار الكلمات الطيبة
ونحن أيضا كمجتمع عماني مجتمع عربي تربينا ولله الحمد من خلال أسرنا على أن نقول لأنفسنا ولبعضنا البعض تلك الكلمات النابعة من القلب لكي تصل إلى القلب، وبالتالي حتى لما نلتقي هكذا تسمع دائما كلمات جزاك الله خير، كثر الله خيرك، شيء من هذه الكلمات الطيبة. وما أدري تبتسم الحين شمس وحابة تقول شيء، تفضلي. كثر الله خير تعتقد فيه سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون. كثر الله خير تعتقد فيه سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون. كثر الله خير اسأل الوقت والأيام واسأل ضميرك كيف في عشقتك قول. كثر الله خير اسأل إذا كثر الله خيرك، كثر الله خيركم جميعا، كثر الله خير من يتواصل معنا ومن أيضا الآن يستمع إلينا في هذه اللحظات الطيبة الصباحية، جزاكم الله خير، كثر الله خيركم، كلمات جميلة هكذا يدعو الإنسان بالخير لأخيه الإنسان. صباح الخير. أنت يا بدر قوي ناوي ما نظم يوم ودود. كثر الله خير انت يا بدر ناوي انت يا نهر ناوي ما نظم يوم ودود. كثر الله خير انت يا بحر شعري انت يا طير فكري انت يا نور العيون. كثر الله خير انت يا طير فكري انت يا بحر شعري انت يا نور العيون. كثر الله خير تعتقد في واني بغيرك صرت عشقان مفتون. كثر الله خير اسأل الوقت والأيام واسأل ضميرك كيف في عشقتك تكون. صحافتنا. صحافتنا لهذا اليوم السبت 24 من ذي الحجة 1425-35 هجري الموافق للثامن عشر من أكتوبر 2014 للميلاد. إطلالة سريعة على أبرز العناوين في صحافتنا المحلية الصادرة هذا اليوم معي في الاستوديو هنا صحيفة عمان وكذلك صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يهنئ رئيس أذربيجان. تطبيق نتائج الدراسات خلال العامين القادمين خطة لطرح كهوف ظفار أمام الشركات العالمية لتأهيلها سياحية. عمان يتجاوز 85 دولارا أمريكيا، النفط يبدأ في التعافي من أدنى مستوى خلال 4 سنوات. حالة وفاة وست إصابات بحمى القرن بالسلطنة. مصدر مسؤول في وزارة الصحة صرح عن تسجيل 6 حالات من حمى القرن الكونغو، اسمها حمى القرن الكونغو النزفية، في عدد من محافظات السلطنة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة. وقد نجمت هذه الإصابات عن ذبح الأضاحي أو التعامل مع الحيوانات المصابة بالمرض أو التي تحمل حشرة القراد على أجسادها. تؤكد الوزارة أن المؤسسات الصحية على مختلف مستوياتها على استعداد تام للتعامل مع أي حالة قد تحدث لا قدر الله في عدد من الحالات. انعكاسا لتفاعل المهتمين بالتعليم أصداء حول الندوة الوطنية التعليم في السلطنة الطريق إلى المستقبل. أحمد النعيم يقول الانتقال إلى الوسائل الجديدة والتقليل من التقليدية أمر ضروري. خليفة الجابر يقول لم نرى طالبا أو ولي أمر أو معلما يطرح ورقة عمل. عبد الله المشيخ يقول أخذ آراء شريحة من أولياء الأمور لا يكفي.
وسليمان البلوشي يقول: مقدمو الأوراق لا يتقيدون بالوقت ما ينعكس سلبا على طرح التساؤلات. المرأة والقانون حلقة عمل نقاشية تنظمها التنمية الاجتماعية الاثنين القادم، وتشمل 292 وحدة سكنية اعتماد بناء وحدات إسكانية للمواطنين بمحافظة شمال الباطنة. تنظمها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الباطنة. نبغى نزورك، مبادرة للمساهمة بشكل فعال في خدمة المجتمع. تبغوا تزورونا تفضلوا. يشرف على بناء شؤون البلاط السلطانية العمل جار في إنشاء ثالث أكبر جامع بالسلطنة. مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في محاضرة بجامع السلطان قابوس بخصب. الأوقاف تحث الموظفين الجدد للارتقاء بالعمل وتحمل الأمانة. معرض للمنتجات ويوم مفتوح للأطفال في ملتقى الأسرة بالداخلية. الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بالخابورة. تدشين مشروع الأطفال يقرؤون لتطوير مهارات القراءة داخل الصفوف الدراسية. الأطفال يقرؤون، فعلا عنوان جميل، ونتمنى يا رب تفعيل هذا الجانب أكثر وأكثر. وأقلب الورقة. منع الخطأ وتحديد الصعوبات والتحكم فيها من أهم ضمانة سلامة الغذاء. تدريب موظفي البلديات على تحليل وتقييم المخاطر في المنشآت الغذائية والبيطرية بماليزيا. وجهود متواصلة للرقابة الصحية ببلديات شمال الباطنة للمحافظة على النظافة العامة. تنظيف المواقع السياحية وإقامة مظلات بالحمراء. وحملة تنظيف وتجميل موسعة بمشاركة قرابة 50 شخصا، أكثر من 50 مشاركا في معسكر عمل تطوعي بأدم. شوية إلى بعض العناوين في الشبيبة. وكيل الإعلام للشبيبة يقول: قنوات التواصل الحديثة وسيلة تحريضية لتطوير الإعلام، وقناة التراث وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونأمل أن يشهد الربع الأول من العام المقبل انطلاقتها. إثراء تنظم منتدى عمان للاستثمار في طوكيو صور العافية تحتفل بالذكرى الخامسة ليوم المرأة العمانية. الشارع الرياضي ينتقد أداء منتخبنا للهوكي. الاختصاصات الطبية يناقش تطبيق الاعتراف الدولي ببرامجه، وناقش الاجتماع تقارير الأداء لعدد من البرامج التدريبية بالمجلس. السلطنة تشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية. وأيضا كتبت الشبيبة على صفحتها: افتتاح ندوة المبادرة الخليجية للنهوض بالتربية الخاصة اليوم. تهدف إلى النهوض ببرامج التربية الخاصة ومناقشة الموقف الراهن لها في الدول الأعضاء. مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم تبدأ التصفيات الأولية في محوت. افتتاح مؤتمر المياه في مجلس التعاون نحو إدارة فاعلة، وقد تكون لنا وقفة مع هذا الموضوع في مسار صباحنا لهذا اليوم. و أيضا هناك مشاريع تنموية بأكثر من 5.5 مليون ريال في ولاية ينقل. أيضا من العناوين: تواصل الاستعدادات لندوة نخل عبر التاريخ.
المستشفى الجامعي يحتفل بتخريج فني التعقيم، برنامج فني للتعقيم يهدف لإيجاد كوادر عمانية مؤهلة ومدربة في مجال التعقيم المركزي. الخدمة المدنية تنفذ برنامج الإدارة المالية بكوالالمبور، والسلطنة تستضيف أمناء المجلس التربوي لدول الخليج. نتجه الآن إلى بعض العناوين الاقتصادية في عمان وكذلك الشبيبة. الاقتصاد. إذن الاقتصاد وما أدراك ما الاقتصاد. ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية. تقرير الإحصاء والمعلومات يؤكد 25% معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة العمانية. وتقرير المرأة والرجل يؤكد تطور أوضاع المرأة في السلطنة. وأيضا على الصفحات الاقتصادية في منفذ الوزارة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منح موظف القوى العاملة صلاحيات اعتماد التراخيص. تعيين 1403 مواطنين في القطاع الخاص خلال الأسبوع الفائت. وهنا أيضا على هذه الصفحات، العبارات تنقل أكثر من 43,000 راكب حتى سبتمبر الفائت. انطلاق قافلة اتحاد العمال التوعوية والحلقات التدريبية. الإدارة النقدية تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية بالسلطنة. إثراء تنظم منتدى عمان للاستثمار في طوكيو. انطلاق فعاليات معرض عمان للبنية الأساسية غدا، وبرنامج تدريبي لمكافحة الغش التجاري. منتدى عمان الثاني للطاقة الثلاثاء المقبل، وافتتاح معرض المنتجات الإيطالية اليوم. ومؤشر سوق مسقط يتراجع بنسبة 8.12% في الأسبوع الفائت. المؤشر المالي ينخفض ب 12.44% إلى مستوى 8123.8 نقطة بضغط من جميع أسهمه القيادية. الهيئة العامة للتعدين تقوم حاليا بمراجعة قانون التعدين والدراسة التي قام بها مكتب استشاري عالمي بما يخص التعدين في السلطنة، وسيعرض القانون على الجهات المختصة من أجل إقراره خلال الفترة المقبلة، حيث أن الاقتراحات على قانون التعدين تتعلق بعقود الامتياز التي تمنح للشركات وآلية امتياز المواقع. أعتقد نكتفي بهذا القدر من هذه الإطلالة السريعة في عناوين صحافتنا المحلية الصادرة هذا اليوم. شكرا لكم ونحن معكم على الهواء. يا لا 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 يا
حالة الطقس. بدت شوية البرودة خلاص بدينا شوي لحد ما كذا شوية الجو جميل وطيب، ونقطة تحول الآن طبعا في الجو من الحرارة إلى البرودة. بوادر البرودة بدأت حالة الطقس صح بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تواجد الغبار على المناطق الساحلية واحتمال تكون السحب المنخفضة والضباب على محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، واحتمال تكون السحب الركامية على جبال حجر خلال المساء. بالنسبة لحركة الرياح تهب على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، رياح خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا تتحول إلى شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة أثناء النهار، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج على الساحل الجنوبي الشرقي يصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على معظم سواحل محافظات السلطنة. يعني بمعنى آخر الأجواء معتدلة، خاصة درجات الحرارة اليوم في مسقط 33 درجة مئوية، في صلالة 31 درجة مئوية، في خصب 37، صحار 32، نزوة 35، صور 35، إبرة 35، خلاص ودعنا الأربعينيات، كنا نقول 43 44 اللي خلاص في الثلاثينيات الحين، خلاص هي مع 34 البريمي 38 شوية إلى حد ما، جبل شمس 17، الجبل الأخضر 25، قيرون حيرتي 27 درجة مئوية. قول جبل شمس وغلط في الشمس وتشوفني شمس من بعيد على طول تعصبت. أكيد الأجواء جميلة والأجواء يعني رائعة والأجواء هكذا مشمسة، يعني وفترة الصباح هذه الفترة الأولى الواحد لما يقضي فيها كذا مع الشواطئ، أيضا لها لغة أخرى، لغة الشواطئ ولغة الرمال الجميلة في محافظة مسقط والمحافظات أيضا الأخرى، الواحد هكذا يطل على البحر النسيم الجميل والعليل، فعلا يستشعر بالبهجة والسرور ويستنشق عبق الصباح وشمسه الدافئة الطيبة. صباح الخير حبيبي حبيبي حبيبي. صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري، صباح النور يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري، صباح النور يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي 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 صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير حبيبي. إذن على هذا التناغم أيضا صباح الخير حبيبي صباح الخير، هذه الكلمات الجميلة اللي قلناها في بداية الصباح لا شك أنها تترك أثر في النفس. لما نصبح على طبعا أهالينا أكيد طبعا ندعي لهم بالخير، صبحكم الله بالخير، الله يزيدكم خير ويعطيكم خير، وهم أيضا بطبيعة الحال أيضا يبادلوك التحية الصباحية، ما يقولوا لك إلا كلام جميل وكلام طيب وكلام كله دعاء. صور لو حد لم يقول مثلا صباح الخير، حتى أحيانا تكون هكذا بالنصب صباح الخير بمعنى أنه أدعو لك صباحا جميلا بالخير هكذا، وصباحا طيبا بالخير، أو صباحا رائعا بالخير هكذا تكون يعني منصوبة. ليش؟ لأنها فعلا صباح الخير هي كذا، لكن تكون أحيانا دخلنا شوية في اللغة العربية تكون أيضا في بداية الجملة على اعتبار أنها مبتدأ، صباح الخير نتمناه لكم، وهكذا يعني فيه أكثر من رؤية لغوية. عموما هذا الجانب اللغوي، لكن الجانب النفسي ما في أجمل منه. حوراء زميلة حوراء بنت عبد الوهاب معنا الآن على الجانب الآخر، طبعا معنية بالتنمية الذاتية،
وتتواصل معنا في هذه اللحظة وهذه الفقرة القادمة. من القلب من قلبي ينبض غلا ونروح مسؤولة ما بالغ قلت لك إني ليلة ما أشوفك تصدع عيوني. إذن من القلب وحوراء نقول لك صباح الخير من القلب. صباح النور والسرور. الله يسلمك. حقيقة يعني دائما حوراء وانت طبعا تتواصلي معنا بشكل ايضا مستمر ومتواصل، يمكن نحن نقول لك كل يوم صباح الخير يا بلادي، يا بلادي صباح الخير بشكل عام. برنامجنا طبعا هو عنوانه صباح الخير، فعلا يعني انتبهت الان صباح الخير يا بلادي، يعني ما لم نختر الا هذه الكلمات لان فعلا نقدم الخير لبلدنا، نقدم العطاء لوطننا وهكذا. لكن كلمة صباح الخير يعني فيها هكذا عبق جميل، فيها أيضا ما أدري يمكن الواحد لو يوصف كل المفردات الجميلة بيلقاها في هذه الكلمة. إيش رأيك بهذا الزاوية؟ أول شيء موضوع الكلمة الطيبة، يعني هي الأساس. نعم. كلمة صباح الخير كلمة طيبة ورائعة وجميلة نبدأ فيها صباحنا، يعني مثل ما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم ترى مثلا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة طيبة صدقة. أكيد. إذن فما بالك لما إحنا أول ما نصحى من النوم ونقعد ونروح الدوامات، وأول ما نمشي نشوف يعني زملائنا أصدقائنا، أول ما نقول صباح الخير، يعني إحنا قاعدين نستبشر أن يومنا كله يكون خير. نعم. بإذن الله تعالى في هذا الصباح الجميل. الله هذا جداً مهم عندنا أن دائماً نبدأ يومنا بكلمة طيبة بكلمة حلوة حتى نستبشر فيها الخير طول اليوم، نسعد فيها قلوبنا. فما بالك في كلمة صباح الخير وأسعد الله صباحكم مثلاً. أيوة. كيف هي نبدأ فيها صباحنا ونستمتع بجمال هذه الكلمات، تعطي لنا دافع روحي للعمل طوال هذا اليوم. بالضبط، يعني حتى كذي احنا بشكل عامي باللهجة العامية الله بالخير احيانا. الله بالخير. أيوة. حتى لو راح الصباح الله بالخير، خلاص عن الصباح راح بدأ حين الظهر الله بالخير، لانه ولما يجي وقت المساء مساك الله بالخير وهكذا. يعني الاطفال يعني يمكن اذا تعودوا على هذه الكلمات يصير لها خلاص، يعني هم يتربوا عليها. فتشوف مثلا طفل هو حتى صغير ما شاء الله يصبح على أبوه من الصباح صباح الخير، ويستمتع الطفل يحس يعني بشعور طيب لما هو يبادر. نعم. في هذا العمل، لأنه يشوف السعادة في وجه الطرف الآخر. يعني لما أنا أقول لأي شخص أول ما أشوفه يسعدني صباحك، صباح الخير، يعني إن شاء الله يومك حلو، الإنسان يفرح أنه والله في واحد يتمنى لي الخير. بالضبط. يبي لي يشوفني سعيد في هذا اليوم. نعم. في هذا الصباح، فبالتالي أثر الطيب على الطرفين، على يعني على الشخص المبادر في أنه يعني يقول هذه الكلمة، وفي الشخص الآخر اللي يستبشر أنه في أشخاص مهتمين لي. بالضبط. على الأقل في كلمة بسيطة. خلني أقول لك دراسة عملها عالم ياباني. تفضلي. اسمه إيموتو. هذا شوف عملها على الماء. كان يقول كلمات بذيئة للماء. عملها على الماء. إيه على الماء. نعم. وقال كلمات بذيئة وغير جيدة على الماء. وقال لي خذ ماء ثاني وقال له كلمات جميلة. قال حتى كلمة واحدة كلمة حب. يعني ما أنها كلمات كثيرة، يعني كلمات بسيطة تقال بس هي لها معنى جميل. عمل تحت الميكروسكوب المجهري على الأثنين، لاحظ أن الماء اللي عليه كلمات اللي قال فيها كلمات بذيئة تشكل بشكل غير جيد وغير جميل، يعني جزيئات الماء كانت مضاعفة. أن اللي قال عليه كلمات رائعة وجميلة، يعني كلمات طيبة نقولها، هذه الكلمات تشكل بشكل هندسي رائع جدا. نعم. يمكنهم المستمعين يشوفونها حتى في الانترنت، يدخلون على جوجل ويشوفون
صورة الماء كيف رائعة. الله. يعني فهذا كيف تأثيره على الماء. الله. فما بالك علينا إحنا كبشر، فكل خلية من خلايانا إحنا البشر يعني تتلذذ في هذه الكلمة. حقيقة يعني التجربة والدراسة اللي تكلمت عنها أستاذة حوراء فعلا تعطينا الملمح جميل ورائع لمعاني الكلمات الطيبة وأثرها على النفس والطرف الآخر. يعني ما بالك الآن على ماء، وشوف كيف صار الماء جميل ورائع، والكلمات البذيئة كيف تحول الماء إلى غير طيب بعض التجربة والاختبار. سبحان الله سبحان الله، ما نقدر نقولها سبحان الله، ولكن فعلا الكلمة الطيبة لها أثر كبير، لها أثر نفسي حتى على الإنسان نفسه. احنا يعني الكلام جميل حقيقة، وكنا فعلا حابين يكون أكثر وأكثر، لكن هناك محطات كثيرة. نكتفي بهذا القدر، نقول لك يومك سعيد، جزاك الله خير، صباح الخير. كل الكلمات الجميلة نهديها لك الأستاذة حوراء بنت عبد الوهاب اللي تتواصل معنا باستمرار في هذا الصباح الجميل. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيكم العافية. الله يسلمك، بارك الله فيك. إذا مر يوم ولم أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. تجوال. تجوالنا في المضيب اليوم صناعات إبداعية بأنامل عمانية.
الاحتفال بيوم المرأة العمانية. إذن جميل هذا التنقل وهذا التجوال، بنحط رحالنا في ولاية المضيبي، ومعانا هناك طبعا زميلنا ومراسل الإذاعة، نسأله عن العلوم والأخبار. سلام الله عليك وصبحك الله بالخير أخينا سعيد بن سيف الحبسي. صباح الله بالخير أخي لال، وصباح الخير لكل من يتابع فتة في الإذاعة في هذا اليوم وهذا الاحتفال الذي يقام هنا في ولاية المضيبي بمناسبة يوم المرأة العمانية. الله يسلمك. طبعا احنا قبل لا نبدأ احنا اليوم طارحين شوية هكذا يعني موضوع عن الكلمات الجميلة والمفردات الرائعة، واليوم طبعا صناعات إبداعية بأنامل عمانية، عنوان جميل أيضا يعني يدخل في النفس البهجة والسرور. حابين ندخل من هذا المطاف أخي سعيد، صناعات إبداعية بأنامل عمانية ماذا تعني، والاحتفال بيوم الأم والمرأة العمانية له معاني كبيرة طبعا. نعم بالفعل خلال يعني حقيقة الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية في الذكرى الرابعة حقيقة تتواصل في مختلف ولايات السلطنة، وهنا وتحديدا في مدرسة المختار للتعليم الأساسي يقام هذا الاحتفال بعنوان صناعات إبداعية بأنامل عمانية. الحديث عن هذا الموضوع وهم يشمله هذا الاحتفال معنا الأخت عزة بنت هلال العزرية مديرة المدرسة. الأخت عزة يعني نبارك لكم هذه الاحتفالية، ونتحدث بداية عن أهم ما يشمله هذا الاحتفال في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الاحتفال طبعا بمناسبة يوم المرأة العماني وهو 17 من أكتوبر لهذه السنة، حيث أن هذه الاحتفالية تؤكد أهمية وإبراز ودور المرأة العمانية والما أولاه حضرة صاحب الجلالة لها من مكانة عظمى في مكان في ولايتنا أو سلطنتنا العزيزة، حيث أن هذه الاحتفالية تشمل ما كانت عليه المرأة في السابق وما أصبحت الآن في سلطنة عمان. نعم، أهم الفقرات التي تناولتها هذه الاحتفالية وكذلك المعرض المصاحب والذي أطلق عليه صناعات إبداعية بأنامل عمانية. طبعا دخل له أول افتتاحية عن ترحيب المشاركين ورعاية الحفل، بعد ذلك دخل له بعض استعراضات عن بانوراما المرأة العمانية ما بين الحاضر والماضي، ثم ذلك يأتي كلمات عمانية وقصائد عمانية عن المرأة العمانية وكلمات، وكذلك لقاءات بعض المبدعات العمانيات عن أدوارهم في المجتمع العماني وما أبرزنه خلال هذه سنواتهن سنوات العمل التي قامن فيها، وكذلك عن المعرض الذي سيصاحب هذه الاحتفالية. هذا المعرض طبعا كل مرأة عمانية عملت من خلاله أبدعت أناملها في أنها تكون لها عائل في حياتها وتطور مجتمعها وترقى إلى الأعلى، فهناك من أبدعت في صناعة الزهور، وهناك من أبدعت في الطبخ، وهناك من أبدعت في المشغولات اليدوية والنسيج والأعمال اليدوية. نعم حقيقة يعني الحديث يطول عن هذا الموضوع وهو انسجام ما بين الماضي والحاضر وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي في هذا الجانب. كيف لمستم أدوار المرأة العمانية في مجتمع وخاصة أنتم في هذا الصرح التعليمي في مجال التربية والتعليم؟ طبعا دور المرأة العمانية دور بارز ومهم في عملية التعليم وما تنهض به المرأة، فهي تعتبر النواة الرئيسية في هذا المجتمع لكي تبرز دورها وترقى لما أولاه حضرة صاحب الجلالة لها من دور، فتعمل على تطويره بكل طاقاتها ورقيها. نعم كلمة أخيرة توجهينها للمرأة العمانية في هذا اليوم المساهمة في بناء الوطن. طبعا نبارك للمرأة العمانية ولما أولاه حضرة صاحب الجلالة لها، ومن هنا لابد أن تكون هي مثالا يحتذى به في هذا المجتمع العماني، والله يوفقها إن شاء الله. هنا بدوري خلال يعني عدم الإطالة في هذا الجانب، ولكن الحديث يطول ويطول. نعم. أتوجه بالشكر الجزيل للأخت عزة بنت هلال العزرية مديرة مدرسة المختار للتعليم الأساسي حول ما أبدته حول الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية بولاية المضيبي وبعنوان صناعات إبداعية بأنامل عمانية. ناقل الصوت إليك وهل المزيد حول هذا الجانب. شكرا جزيلا، ما قصرت أخي سعيد، وفيت وكفيت. شكرا أيضا لضيفتك الطيبة، شكرا على هذه الكلمات الطيبة. صناعات إبداعية بأنامل عمانية، والمرأة دائما تأتي لنا بالجديد والمفيد، وطبعا محطاتها متنوعة في كل مجالات الحياة. شكرا لك أخي سعيد مرة أخرى، نتمنى لك التوفيق. أحسنت. وانططت بالعزم دوما صهوة، ومضت بالحزم تعليم الكفاة،
إذا لازلنا معكم أحبتنا في هذا الصباح الطيب، وفي نفس الوقت أيضا نستنشق عبير هذا الصباح. ومنكم الآن أكيد بعضنا الآن لازلنا في الطرقات، ولازال طبعا البعض منا أيضا يبحث عن الكلمات الجميلة، الكلمات الرائعة التي تخرج من القلب لكي تخاطب القلوب الطيبة. يعني لما نشوف أيضا شرطة أكيد شوية الواحد يقول ها ما بتكلم الحين، حتى لما أشوف الشرطة ما بتكلم، خليه شيء من هذا القبيل يحصل، يعني شوية خوف أحيانا. لا، كلنا واحد وهو رجل مرور يعني يؤدي عمله، وزين نبتسم له ويبتسم لنا بطبيعة الحال. أكيد ما باغي الملكية ولا والرخصة، هذه طبعا من حقه نعطيها، وفي نفس الوقت أيضا نبتسم، يعني ما نكون هكذا غليظين واحد خلاص يعني كأنه زعل كأنه لا، هذه يعني هذا عمل هو جالس يؤدي، مثل ما أنت أيضا عندك أعمل جالس تؤدي، إذا شاف خطأ ولا شيء يمكن يوجهك يرشدك شيء من هذا القبيل. عموما كلمات الجميلة ترى يمكن إذا قلت لك كلمة جميلة حلوة يعني خلاص يتغاضى عن المخالفة، ولا إيش رأيكم؟ صباح الخير. طرقاتنا. إذن تمهيدا للكلام اللي بدأنا به قبل شوية معنا المقدم عبد الله سعدي من شرطة عمان السلطانية. المقدم عبد الله، صباح الخير وصباح الجمال وصباح المرور وصباح السعادة والأمل. أهلين أخ هلال، صباح الخير، صباح السعادة للجميع، شكرا على هذه الكلمات الحلوة والمقدمة. الله يسلمك، بداية الاتصال. الله يسلمك، هذه ما مجاملة يعني، أنتوا تستحقوا كل خير يعني. أكيد، شكرا. أكيد، وكل احنا متعاونين ومكملين بعض، وعلى الجميع أن يتقبل مثل ما تفضلت. الله يسلمك. أولا طبعا قبل أن ندخل في موضوع الطرقات وموضوع أيضا الحركة المرورية بشكل عام، المقدم عبد الله دائما يعني حتى في الجانب الشرطي الجانب الأمني، يعني أعتقد هذه الكلمات يعني غير مغفول عنها، هي موجودة بطبيعة الحال أمام رجال الشرطة وأمام أيضا تعاملهم مع المواطنين والمقيمين. الكلمات هذه ما أعتقد أنها منساية، ولا إيش رأيك؟ أكيد أكيد، هذا الشيء هو مطلوب من رجل الشرطة بشكل عام، وأيضا على المواطن أيضا التبادل، يعني كل ما كان التبادل ما بين الطرفين، كل ما خرج العمل. يعني أنت تخيل خلال يعني عندما تنزل من ينزلك شخص وهو بابتسامة وبسلام، نعم، أكيد بتتقبله برحب يعني، وحتى الطرف الآخر يعني. لكن بعض الملاحظات من زملائنا، يعني مثل ما تفضل قبل شوي، أنهم أحيانا عندما يرى رجل الشرطة أو رجل المرور يتذمر يعني من أول مشاهدته، نعم، وبالتالي هذا يؤدي واجبة مثل ما هو أيضا يؤدي واجبة في موقع آخر. بالضبط بالضبط. فجيد أن الواحد يبدأ بابتسامة وبالسلام على الشخص الآخر في كل في بداية الطلب، كان لرخصة أو لتوجيه لموقع معين أو لتنظيم حركة السير في مكان معين. بالضبط. فبالتالي تعاون نحن الجميع، رجل الشرطة أو المواطن يكمل رجل الشرطة في كل المواقع. هذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى، أن تسود هذه الكلمات، وأن يعني نبادل، يعني رجل الشرطة يبادل أيضا الكلمات الطيبة مع المواطن مع المقيم مع الجميع بشكل عام، وأيضا الطرف الآخر أيضا يعتبر هذا رجل الشرطة رجل أمن يؤدي واجبه ويبتسم له، وتكون العلاقة علاقة يعني حميمية فيها نوع من الإدراك لهذا الموضوع. صحيح صحيح هلال، وإن شاء الله نتمنى كل خير والأمور تكون طيبة، نعم، بإذن الله تعالى ما بين الطرفين، ونؤدي واجبنا مثل ما هو واجبنا، ونسعى دائما إلى خلق نظام مروري جيد في البلد من قبل الطرفين، الآخر يحترم القوانين والأنظمة المرورية، والثاني يوجه أيضا الطرف الآخر بالتوجيه الصحيح وباتباع الأنظمة المرورية وبالتقيد فيها أيضا. ودائما كل ما تقيدنا خلال بين النظام المروري في الطريق وفي الشارع بشكل عام، كل ما نخرج بنتائج طيبة كثير يعني. بالتالي أول شيء نبتعد، يكون طرقنا خالية من الحوادث السير، وأغلب الحوادث السير نتيجتها طبعا سببها مخالفة وسبب عدم تقيد، يعني إن كان سرعة وإن كان تحدث الهاتف أو إن كان تجاوزات. عموما في بدأ أي مخالفة أو أي حادث تجد بدايته مخالفة. بالضبط بالضبط، يعني ما في حادث يقع بدون ما بدايته مخالفة، ولكن كل ما تقيدنا يعني نعم يعني ما نزعل من المخالفة. لا ما نزعل بالفعل، يعني كل يعني هم أساسا شو
كل ما كان يعني الضبط المروري في الطريق مستمر وايضا لبعض السلوكيات المخالفين كل ما تجنبنا ايضا وقوع حوادث سير يعني بالضبط. حتى الرادارات الموجوده اللي كثير من الناس تتذمر من تواجدها في الطريق صدقنا يا خلاله كل واحد تقيد بالسرعه الموجوده في طرقاتنا كان السرعه القصوى 120 او المتدنيه تصل الى 60 بعض المواقع كل ما تجنبنا حوادث راح ضحيتها كثير في الفترات الماضيه نعم. ونتمنى من الجميع ان يتقيدوا بهذه السرعه هذا ما نتمنى وايضا ما استحدث في الفتره الاخيره من وجود هاتف نقال 24 ساعه مع الشخص ووسائل الاتصال المختلفه ايضا سبب ايضا في بعض الحوادث وبالتالي على الجميع ان يصبر بعض الساعات اللي هو اثناء قيادته ويترك الهاتف النقال بعيدا عنه الا في حالات الاتصال الضروري والحمد لله اليوم الاتصال الضروري في وسائل لجزم حديثة موجودة والسماعات موجودة في نعم. السيارة نفسها أساسا وبالتالي يتجنب من استخدام اليد لهاتف النقال نعم. والانشغال به وكل ما ابتعدنا عن هذا الهاتف وكل ما تقيدنا بالأنظمة المرورية والقواعد الرئيسية في الطريق كل ما سلمنا من هذه الحوادث ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله. المقدم عبد الله بشكل عام طرقاتنا هذا اليوم صباح اليوم خلال تشهد دائما ما تكون الأحد كثافة مرورية يعني لا ننكر أن الكثافة المرورية دائما ما كل فترة صباحية هذه موجودة في جميع طرقاتنا وفي بعض الطرقات اللي تابعنا حاليا قيد الإنشاء وبعضها الجهات الحكومية قائمة بجهد على أساس حل هذه الإشكالية في بعض الطرقات اللي هي تحتاج إلى حل الإشكالية في محافظة مسقط احنا معنا مواقع معينة فقط تكون فيها كثافة مرورية وتصل إلى مسافات يعني والسبب يعني بعض التقاءات الطرق وايضا في بعض الاصلاحات اللي قائمه حاليا وان شاء الله ترى النور في القريب العاجل وتكون في بعض المواقع لله الحمد تكون جيده ولكن والمواقع الاخرى ان شاء الله الجهات المعنيه في ممثله في بلديه مسقط ستقوم بحل ان شاء الله مع القريب العاجل بعد ما تنهي من المشاريع الاخرى اللي هي قائمه حاليا وايضا في المحافظات الاخرى يعني في انشاءات قائمه حاليا وطرقات مزدوجه بعدة محافظات بجميع محافظات السلطنة نعم. وإن شاء الله ترى النور وتكون الحركة المرورية سلسة وسهلة إن شاء الله. على قائد المركبات أيضا تحلي بالصبر هذا الموجود طرقاتنا وأيضا كل ما دائما كل ما كان الشخص مبكر كل ما وصل مبكر. إلى موقع عمله نعم. يعني الجميع احنا نعم. أيضا موظفين ونعرف الطرقات بشكل عام ونطلع مبكرين من مواقع عملنا نصل قبل المواقع بفترات طويلة بالضبط. أنا نعرف أن الموظفين يصلون في حدود الساعة 7 أو 7 إلى ربع إلى مكاتبهم نعم. وهذا دليل على أنهم مبكرين لكن كل ما تأخرت يعني أنت في كثير من الناس يقول قال الله أنا أطلع الساعة 6:30 لكن 6:30 تبدأ بداية ذروة الحركة نعم. وفي بعض المواقع تصل إلى مسافات طويلة وتكون الحركة بطيئة جدا يمكن لا تصل إلى 10 إلى 20 كيلومتر نعم. خاصة على بعض المواقع اللي هي مسقط الصريع على تقاطع حلباء عاد الواحد يتحمل اي يتحمل لكن لا زال لحد الان في هذه اللحظه ولا زال الساعه 8:30 والكثافه المروريه بعدها زحمه موجوده زحمه في مواقعي الجسر الموالح للداخل مسقط الصريع حلبان الجسر الداخليه طولوا بالكم طولوا بالكم وان شاء الله ستصلون الى مواقعكم بسلام باذن الله الوقت لا نعم. يوجد ما يعكر صفو طرقاتنا بشكل عام اهم حاجه انها لا توجد اي عوائق اللي هي حوادث وتعطل المركبات هذه لله الحمد اليوم نعم. توقع حادث يمكن ذكرناه في الإذاعة الشباب وين؟ في جسر الداخلية لكنه الحادث بسيط لله الحمد ما في حوادث لكن ما في إصابات إن شاء الله ما في إصابات نعم ما بين شاحنة ومركبة صغيرة نعم وما في إصابات لله الحمد لكن ولد كثافة مرورية إن شاء الله إن شاء الله كثافة مرورية ولكن الجماعة الجهات المختصة قاموا بالإسراع بإخراج المركبات وصارت الطريق سالك لجميع العابرين من الداخلية ومن الشرقية نعم مقدم جميع محافظاتنا لا خلال ما في ما يعكر صفو إذا بشكل عام الأمور طيبة أنا أتمنى يا رب السلامة السلام إن شاء الله الكثافة هذه فترة الصباح هي فقط هذه الزحمة يعني نعم. الساعة 6:30 حتى في نعم. الساعة 8:30 نعم. لكل المواقع اللي هي دائمة أما بقية الطرقات بشكل عام يمكن تصل بعض الأحيان للسرعة القانونية يعني في نعم. كل الطرقات بعد ما تطلع من هذه اللي هي المقدم عبد الله السعدي موقع معين وبعد ما تتعدى هذا تكون الأمور لله الحمد طيبة
حقيقة يعني حديث طيب معك مقدم عبد الله، فعلا حابين نتعرف أكثر، لكن أيضا وقت البرنامج، شاكرين لك أيضا هذه الإطلالة فيما يتعلق بطرقاتنا، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. المقدم عبد الله السعدي من شرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك، صباح الخير، صباح الأنوار وصباح السعادة، وإن شاء الله السلامة يا رب. أحسنت. آمين. شكرا أخ هلال، شكرا لإتاحة لنا هذه الفرصة، وكن طولنا معكم. لا بالعكس، ونلتقى على خير. أحسنت. شكرا لك الله. أحسنت. أتمنى السلامة يا رب للجميع، والله يوصلكم سالمين إلى أهلكم وذويكم إلى أعمالكم إلى كل طبعا مقصد تريدونه، والواحد بس يدير باله على الطريق، حزام الأمان، ها المخالفات مرة جاهزة. صباح الخير. في حديث طبعا هامس بيني وبين مخرجة البرنامج شمس، تقول بأنهم حضرت لكم هكذا مفاجأة من الطرب القديم، عيرتني بالشيء، وكلمات رائعة للفنان الراحل ناظم الغزالي حسب ما تقول، فنشوف إيش اختارت لنا من هذه الحين إن شاء الله، ولا بعد شوي الحين خلاص جاهزة، ونسمع شيء من الطرب القديم اللي خلاص نحن في كل وقفاتنا الصباحية نخص لكم شيء من الطرب القديم. يلا نسمع شيء من الماضي. أنا بعشقك أنا كل لك أنا. تهنى يا ما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة، أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم تهنى وتقلبان بيها خايف عليها وتقلبان بيها شامة ودكة بالحنج من يشتري يم العيون السود ما جوزا انا خدت القمر انا تريق منها. يم العيون السود ما جوزا انا خدت القمر انا تريق منها. العاطف فستان هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل. طلعت فستان هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل. غوص قدها ومنته بنسمة يميل. غوص قدها ومنته بنسمة يميل. حلوة مشيتها بتأني ورهدها. ومن عيون السود ما جوزا أنا خدت القمر أنا تريق منها. ومن عيون السود ما جوزا أنا خدت القمر أنا تريق منها. اشرق عالرياض لون خمري لا سمار ولا بياض مثل بدر الدم
واشرق عالرياض بالأمة تحيي تقتل باللحاق بالأمة تحيي تقتل باللحاق بغانج تحكي ومن ترد بعنوانه ومن عيون السود ما جوزا أنا خديت القمر أنا تريق منا يوم العيون السود ما جوزا أنا خديت القمر أنا تريق منا صرخ يا لطيف لاني مجنونة ولا عقلي خفيف واقفة بالباب تصرخ يا لطيف لاني مجنونة ولا عقلي خفيف من ورا التنور ناوشني الرغيف من ورا التنور ناوشني الرغيف يا رغيف الحلوة يكفيني سنة ومن عيون السود ما جوزا أنا خديت القمر أنا تريق منا ومن عيون السود ما جوزا أنا استرشاد إذن هذه الزاوية الاسترشادية أحبتنا نخصصها كيف نعد ميزانية الأسرة مع الدكتور محمد العريمي. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير أخي هلال. صباح الخير لكل المستمعين الكرام. الله يسلمك. احنا شوية قبل لا نعد ميزانية الأسرة وقبل أن نبدأ يعني بهذا الميدان وهذا المشروع الطيب الجميل أكيد هناك يعني نوع من الاستهلال ونوع من التمهيد في كلمات جميلة صباحية نقول أو كلمات حتى يعني مؤثرة على الطرف الآخر دكتور محمد، فإيش رأيك بهذه يعني نقول التمهيدات أو الكلمات؟ نعم. نحن قبل أن نتحدث عن الميزانية، هو لماذا الميزانية؟ نريد أن تكون هناك بعض الإشكالات، بعض الضغوطات، بعض الشكاوى قبل شريحة من المستهلكين بأنهم لا يستطيعون التوفيق ما بين مصروفاتهم وما بين أيضا الإيرادات، سواء كانت رواتب أو سواء كانت مداخل أخرى. نعم. أين المشكلة هنا؟ نعم، قد تكون هناك أسباب أخرى تضغط على الميزانية، تضغط على المصاريف، ولكن بالتأكيد قد يكون عدم وجود ميزانية مخطط لها من ضمن الأسباب التي تجعلنا نشتكي طوال الوقت من هذه القضية. نعم، دائما طبعا دكتور محمد يكون هناك نوع من التخبط في هذا الجانب، يمكن الطرفين، الطرف المرأة والرجل، الزوج والزوجة، هم يقع على عاتقهم عملية عمل هذه الميزانية، لكن أحيانا يكون طرف يعني شوية ما عنده ذيك النظرة وذاك البعد وإلى آخره، والطرف الآخر قد يكون أيضا هكذا، أحيانا يحصل نوع من عدم التجانس ما بين الطرفين كونهم هم معنيين في هذا الجانب. فالأسرة إذا وقعت في هذه الدوامة يعني في هذا التخبط في الميزانية الأسرة، كيف يعني تصلح من هذا الوضع إذا حبت أنها فعلا تسير على مسار طيب وصار هناك نوع من الثقل على الميزانية؟ من البداية يعني منذ أول يوم زواج على الزوج والزوجة أن يجلس معا وأن يخطط. هناك تحديات سوف تواجههم في المستقبل،
سواء كانت تحديات مصاريف، تحديات إقامة منزل، تحديات تنشئة أولاد وتربيتهم وتدريسهم. نعم. إذا لم يعتادوا منذ أول يوم على وجود خطة استهلاكية معينة، على وجود ميزانية يمشون عليها وتكون بمثابة ثقافة في البيت، فإن التخبط قد يلازم رحلة هذه الأسرة مهما كانت المداخيل. نعم. مهما كان الدخل عالي، مهما كانت هناك إيرادات من هنا وهناك، ولكن ستكون هناك مطبات. إذن مسألة التخطيط هي يجب أن تكون من ضمن الأولويات التي يضعها الزوجين في الحسبان منذ أول يوم، وتكون ثقافة عامة يتم بعد ذلك أيضا تعويد الأطفال عليها. نعم. إعداد الميزانية، التخطيط هي ليست مهمة فرد واحد في الأسرة، هي مهمة الجميع. إذا تعاون الجميع على وجود تخطيط جيد سيحققون كل ما يريدون في البيت، وفي نفس الوقت قد يكون هناك احتياط يحتاجونه يوما ما. نعم. يعني الآن طبعا دكتور محمد، فيما يعني ذكرت من خلال مسار حديثك أنه حتى لو كانت المداخيل عالية، وهذا هو السائد عند البعض، ما في مشكلة، يعني الفلوس موجودة ولله الحمد، ولكن يتفاجأ في لحظة من اللحظات صار هناك نوع من الإخفاق في هذا في هذه الميزانية. ففعلا مثل ما تذكر منذ البداية حتى ولو كانت المداخيل عالية والخير موجود ولله الحمد وإلى آخره، فعلا التخطيط مهم ومهم جدا. ونلاحظ أحيانا بأننا حتى هذه الزاوية تنقلنا إلى نربي أنفسنا ونربي أيضا أطفالنا، أنه عدم الاعتماد يعني، وهذه أيضا إشكالية، فإيش رأيك بها؟ هذا الكلام صحيح ومنطقي. يعني وجود مداخيل عالية لا يعني بالضرورة أن تكون الأمور دائما جيدة، أحيانا تكون لدينا مداخيل لكن لا نعرف كيف نصرفها فقط، وتجد هناك نواقص في البيت لأننا قد نوجه جزء من هذه المداخيل إلى أشياء أخرى كمالية. العكس تماما، قد تجد أشخاص آخرين مداخيلهم محدودة ولكن الأمور جميعها منظمة، تدخل بيته ترى سيارته، تنظر إلى هندامه تجده مرتب. نعم. دائما احتياجاته موجودة لأنه خطط. لذلك لماذا الحديث عن الميزانية؟ الميزانية هي من تعرفك بمواطن النقص والعجز أو الفائض لديك، هي من توجهك كذلك إلى كيف تصرف هذا الفائض. هي كذلك أحيانا قد يكون لها دور مهم في مجال العلاقات الأسرية، لأنه عندما يحدث التشاور بين أفراد الأسرة حول التخطيط هم هذا الأمر ينعكس إيجابا على كثير من الأمور الحياتية فيما بينهم. نعم دكتور، بماذا نبدأ يعني الأولويات عندما نذكر الأولويات؟ ويعني كثير ما يذكر الباحثين يعني هذه الجملة أو هذه الكلمة، فإيش أولويات الأسرة فيما يتعلق بالميزانية؟ أولا علينا أن نحدد مصادر الدخل. ما هو المصدر الدخل لدي؟ هل هو مصدر دخل ثابت فقط يعني راتب مثلا؟ هل مصادر أخرى؟ المصادر الأخرى أيضا هل هي مصادر ثابتة مثلا عقارات أو غيرها، أم هي مصادر يعني مؤقتة؟ عندما أحدد أولا مصدر الدخل وقيمته أستطيع أن أحدد البنود فيما بعد ومدى تحريكها. آتي بعد ذلك لأن أحدد أبواب النفقات، النفقات التي لدي ما هي؟ قد تكون هناك نفقات أساسية وضرورية وثابتة مثلا أجار، أقساط وغيرها، وقد تكون هناك نفقات دخيلة. أنت قد تفاجأ بوجود ضيف، قد يمرض أحد أفراد الأسرة، قد تضطر إلى السفر لقضاء مشوار معين، فهذه أيضا نفقات يجب أن نضعها في الحسبان. لذلك أيضا مثلا صيانة أي فيزا وغيرها، هذه أشياء قد تكون دخيلة. بعد ذلك أنا أقارن ما بين الدخل وأبواب النفقات، هل الدخل كافي للنفقات الآتية؟ إذا لم يكن كافي ما هي الأولويات؟ كم أضع هنا الحجم مثلا؟ أنا هذا البند كم أضع له مقارنة يعني الدخل الموجود لدي؟ إذا ما اضطر مثلا هناك شيء اضطراري معين، ما هو البند الذي ألغيه مثلا هذا الشهر أو هذا الأسبوع وقد يعني أطلب بعد ذلك؟ إذا كان لدي فائض، هذا الفائض أين أوجهه أيضا؟ هل مثلا أحتفظ به؟ هل مثلا أستثمره؟ متى أستثمره كذلك؟ هذه أيضا موضوع آخر. بالضبط. فلذلك لابد من الموازنة ما بين
الدخل وما بين النفقات، ولا بد أن تكون النفقات أيضا متوازية مع مستوى الدخل الذي لدي حتى لا تحدث هناك إشكاليات. لذلك أصعب شيء أن ألجأ إلى الاستدانة، لأني لو لجأت إلى الاستدانة أو أدخل نفسي في متاهات أخرى. نعم دكتور محمد العريمي، والحديث حول كيف نعد ميزانية الأسرة، شاكرين لك على هذه الدقائق الصباحية، لك كل التحية والاحترام والتقدير على هذا الكلام الطيب، نراك إن شاء الله في محطات صباحية قادمة. شكرا أستاذ هلال، والشكر لكم على يعني دوركم في مسألة التوعية والتثقيف، وأنتم دائما سند قوي لجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا المجال. الله يسلمك، شكرا جزيلا. شكرا. يحدث الآن. يحدث الآن مستمعي الكرام، تخريج الدفعة 17 في الكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، والكلية طبعا تحتفي بتخريج هذه الدفعة، كل التحية ونبارك لهم هذا الاحتفاء. معنا على الجانب الآخر الدكتور حمود بن عامر الوردي، عميد الكلية. دكتور حمود صباح الخير. صباح النور أخي هلال، وصباح جميل لجميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. الله يسلمك دكتور. بادئ ذي بدء، ونحن طبعا طرحين موضوع اليوم أثر الكلمة الطيبة على الطرف الآخر، وقبل أن نبدأ يعني في هذه الاحتفائية، احتفائية التخريج، لا شك أن هذا اليوم كلماتها ستكون مميزة ويعني وجميلة، لأن اليوم يوم يعني يوم التخرج بطبيعة الحال. فأنت كعميد كلية، أولا دكتور حمود، ماذا تقول لأبنائك في هذا اليوم، وماذا تختار لهم من كلمات رائعة جميلة بهذه المناسبة؟ نعم شكرا لك أخي هلال. طبعا بداية أتقدم بالتهنئة الخالصة لجميع أبناء الطلبة بمناسبة تخرجهم، كما أنتهز هذه الفرصة أيضا لتهنئة أولياء الأمور بمناسبة تخرج فلذات أكبادهم، كأيضا أهني جميع العاملين بوزارة التعليم العالي على وجه العموم وكلية العلوم التطبيقية بالرستاق على وجه الخصوص بمناسبة تخرج أبنائهم الطلبة. أيضا أود أن أنتهز هذه الفرصة لإيصال رسالة لجميع أبنائنا الطلبة بأن الطالب الخريج طبعا يتصف بسمات خلقية وعلمية، ولا يمكن لأحدهما أن ينفصل عن الآخر. لذلك أناشد جميع أبناء الطلبة بأن يعكسوا الصورة المشرقة والمشرفة لبلدهم ولبيئاتهم التي جاءوا منها، وأن يكونوا خير سفراء أينما حلوا وأينما وجدوا. أيضا أناشد أبناء الطلبة أن يردوا ولو اليسير من الجميل لوطنهم الغالي عمان، وأن يكملوا مسيرة زملائهم من قبلهم في بناء هذا الوطن الجميل الرائع وتشييده. هذا بخلاصة رسالتي إلى جميع أبناء الطلبة. نعم، حابين نتعرف أكثر دكتور حمود على هذه الدفعة وتخصصاتها، وفي نفس الوقت أيضا يعني الجانب الآخر وجانب المستقبل طبعا لهؤلاء الطلبة في تخصصاتهم في المستقبل القريب. نعم، ستحتضن طبعا كلية العلوم التطبيقية برستاق مساء هذا اليوم حفل تخريج الدفعة 17 من التخصصات التربوية، وأيضا الدفعة الثانية من خريجي التخصصات التطبيقية، وأيضا خريجي الدفعة الثالثة من حملة الدبلوم، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم. طبعا عدد الطلبة اللي بيتخرجوا اليوم إن شاء الله تعالى بواقع 336 طالب وطالبة، منهم 316 طالب من حملة البكالوريوس موزعين على تخصصات اللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وعدد 20 طالب من مخرجات درجة الدبلوم. برنامج الحفل لهذا اليوم طبعا سيتضمن في البداية قراءة القرآن، ومنها وبعد ذلك طبعا كلمة لوزارة التعليم العالي يلقيها عميد الكلية، ثم كلمة للخريجين وكلمة للخريجات، وبعد ذلك يتم تكريم المجيدين وجميع الخريجين والخريجات. نعم جميل، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، و
مزيد أيضا من التألق في حياتهم العملية، ومزيد أيضا من التوفيق لكم أيضا في مجالكم التعليم هناك في كلية العلوم التطبيقية بالرستاق، وفي نفس الوقت أيضا نستأنس بهم إن شاء الله خير، إن شاء الله يكون رجال المستقبل ورجال عمان إن شاء الله دكتور. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. دكتور حمود بن عامر الوردي عميد كلية العلوم التطبيقية بالرستاق، نشكرك جزيل الشكر على هذه الدقائق الصباحية، وتحياتنا وتحية تقدير وحب لأبنائنا وبناتنا الخريجين الدفعة الجديدة طبعا من الطلاب الدفعة 17، شكرا لهم نقول ونتمنى لهم كل خير، والشكر أيضا موصول يا دكتور حمود، حياك الله دكتور. شكرا لك أخي هلال على إتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على حفل تخريج الدفعة 17 من كلية العلوم التطبيقية. بارك الله فيك أحسن، شكرا لك. تفرح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين، ألف مبروك نهني لاح صالح أحلى سنين. تفرح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين، ألف مبروك نهني لاح صالح أحلى سنين. ذا حصاد اللي تعب خذ بالسبب، ذكر وثابر سهر سوى العجب، ذا حصاد اللي تعب خذ بالسبب، ذكر وثابر سهر سوى العجب، بالذهب اسمه على المجد انكتاب، ألف مبروك نهني الناجحين. ذا حصاد اللي عطى من خبرته، اللي ما عمره بخل في بسمته، دا حصاد اللي عطى من خبرته، الهدف واضح بمنهج رؤيته، المعلم والمربي بصمته واضحة في عيون كل الناجحين. إحصاءات صباح الخير من جديد، خميس العلوي، أستاذ خميس العلوي القائم بأعمال رئيس قسم إحصاءات التجارة الخارجية انضم إلينا الآن في هذه الدقائق الإحصائية، ونتعرف من خلاله على إحصائيات التجارة الخارجية. أستاذ خميس صباح الخير. صباح النور أستاذي. الله يسلمك. حابين هكذا مع المستمع نتعرف على آخر إحصائية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بأنواعها النفطية وغير النفطية والسلع معاد التصدير في نهاية النصف الأول من عام 2014 انخفاضا بنسبة 9.6% مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ قرابة 10 مليارات ريال عماني مقارنة مع نحو 11 مليار ريال عماني والمسجلة بنهاية يونيو عام 2013. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض صادرات النفط والغاز والمسجلة بنهاية الفترة المذكورة من العام الجاري بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، حيث انخفضت من 7 مليارات 300 مليون ريال عماني ليصل إلى نحو 6 مليارات 600 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2014. وانخفض إجمالي قيمة السلع المعادة للتصدير بنسبة 20.8% وذلك من مليار و 900 مليون ريال عماني مسجلة بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى مليار و 600 مليون ريال عماني مسجلة بنهاية يونيو الماضي. بينما سجلت الصادرات غير النفطية الارتفاع الوحيد بين الصادرات السلعية بنهاية النصف الأول من عام 2014، حيث ارتفع إجمالي قيمتها بنسبة 3.3%
وذلك من نحو 1,700,000,000 ريال عماني مسجلة بنهاية يونيو عام 2013 يصل إلى قرابة 1,800,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. من ناحية أخرى أظهرت الإحصائيات ذاتها انخفاض إجمالي قيمة الواردات السلعية من المنافذ الجبركية البرية والبحرية والجوية المسجلة بنهاية النصف الأول من عام 2014 بنسبة 13.6%، وذلك من نحو 6,400,000,000 ريال عماني يصل إلى قرابة 5,500,000,000 ريال عماني نهاية يونيو 2014. كما شهد إجمالي الواردات السلعية من حيث الكمية انخفاضا بنسبة 17.2%، وذلك من 13,500,000 طن بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى 11,200,000 طن بنهاية يونيو 2014. حيث سجل إجمالي الواردات السلعية من المنافذ البحرية انخفاضا من حيث القيمة بنهاية يونيو 2014 بنسبة 21.6%، وذلك من 4,500,000,000 ريال عماني مسجلة بنهاية يونيو عام 2013 يصل إلى 3,500,000,000 ريال عماني للفترة ذاتها من العام الجاري. كما شهدت الفترة المذكورة تسجيل الواردات السلعية من المنافذ البحرية انخفاضا من حيث الكمية وبنسبة 17.6%، وذلك من 8,200,000 طن بنهاية يونيو 2013 يصل إلى 6,700,000 طن مسجلة بنهاية يونيو عام 2014. نعم. وفي المقابل سجل إجمالي الواردات السلعية من المنافذ البرية نموا من حيث القيمة بنسبة 19.7%، وذلك من نحو 1,300,000,000 ريال عماني والمسجلة بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى قرابة 1,500,000,000 ريال عماني والمسجلة بنهاية الفترة ذاتها من عام 2014. بينما سجلت الواردات السلعية عن طريق المنافذ البرية انخفاض من حيث الكمية بنسبة 16.2%، وذلك من 5,200,000 طن والمسجلة بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى 4,400,000 طن بنهاية يونيو الماضي. وسجلت الواردات السلعية من المنافذ الجوية انخفاضا من حيث القيمة بنسبة 25.8%، وذلك من 574,000,000 ريال عماني والمسجلة بنهاية يونيو عام 2013 ليصل إلى 426,000,000 ريال عماني شاكرين 2014. نعم شاكرين لك الأستاذ خميس العلوي القائم بأعمال رئيس قسم إحصائيات التجارة الخارجية، هذا البيان حول ما يتعلق بالتجارة الخارجية وآخر الإحصائيات. على الضحكاية أغنية هاني شاكر كما تقول مخرجتنا عايدة بن خميس البلوشية وإيمان الحسنية وانتصار الحارثية وأحمد الحديدي طاقم الإعداد والتنسيق والإشراف. كان معكم من أسرة تقديم هلال الهلالي، أتمنى لكم يوم سعيد يوم جميل. الكلمات الجمالية الصباحية نهديها لكم، وشمس الرسية تتمنى لكم يوم سعيد وتقولكم علوا الضحكة.